بكم والمقار نقرات غادي تونا غيد والمقار مسك جوهرات سويس ايان المقار رأي فولكين اللي غلان تلك تلميذ حاضر تقيس كتني انتو بورجان اللي قالي ما زيبنا سي قاسم مرحبا بك قاسم بروغلا بارك الله فيك مايا بارك الله فيك بارك الله فيك مرحبا بك سولا سي قاسم زوار ما دوال ما كتعاوز من دوال تقول لي القناه سولا غلا في حضورك والمقار غاسم اكمان القناه اللي كنا اسكر حاجنا المواد برودوي شيمي مواد تنظيف هاي دابا رجعت سكر ديما كنغلو قالت لي ميك قناه متنوعه قناه متنوعه هي واخا حدا الغيمازي يعني خلاص اللاند مايات ارتباربازي مايات هاو دار تاوين المعلومات دار مزيغنيا في اللي سكان في تيغاو سوني في غدي خصاصو اللي كيكال وي كما شويه هادو كان ايتين وكان انا كان تيتين مزيغنا هادو كان هادو كان تبان غير هذا السبوطاج يعني جلس التعاوني جلس يعني ماشي زو غادي يزري هذا تبارك الله زعما بداو بداو الناس السبوطاج يعني جلس فما كان معايا في كازون تغسل لي الحاضر مولا كنين حاضر الحاضر ديال العدد ديال مزيغ يا زيد غاسل غير هادي فولكي غاسل الحضر ديال منو المزاغن زيد مناسبة فولكي لا فعلا كنا بدات كل عام ولا قناة سكر سكر من المناسبة هادي غير كاين القنوات ديال كراس كيفاش بارطاجيني كراس ارمتا بانزين سكر ويا دابي اشكون يا ربي يوسف ديك تيوز ديال يوسف وان وان برا اللي كان تسكر بارك يا يا راه كنبنى صراحة غير هي غير جلسك منيح الحرا الحرا المزاغن الحرا تزيد فينا يكسب ولا كان القنوات ولا انت مازيغنا غير هذا الثقلين غير هذه مازيغنا ديالي ان شاء الله بحول الله كان ميرتي كاسي قاسم ما تقدر برات لي راه زنتي لي الدنيا بلينا فين سكرتي وتوري وين دار زينين اللي غير تفرج كلا قالت لي نغلب دمتو جانس العائله ما تمنح لي كاين المحتوى وانا راسك القناه اي المحتوى المقيد اي عائلي اي والعائله غادي تفرج العائله هذوليك المحتوى اللي معنى الكلمه غالي غالي هذوليك غالي غير تفرج هذوك الناس انت الاخويا ديالي تماما هيك عائلي قلت فرج الميدن كله العائله كلها باش اي غلي المحتوى اللي غلي ان شاء الله بحول الله غير نقي الميدن قاسي قاسم امين اخويا قاسم القناه اللي كاين فيه مازال قاسم بروك قاسم بروك قاسم بروك قاسم بروك وراك يستاهل هاو سمينا كي حضر في دار بارك الله فيك اخويا كيف حالك بارك الله فيك بارك الله فيك بزاف اللي تابعني ولا اجر بارك الله فيك ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناه